من جانب آخر، أشارت السناتورة الكولومبية ماريا فرناندا كابال إلى أن الرئيس الكولومبي الحالي ومحيطه يربطون تحالفات مع الأقطاب اليسارية لأمريكا اللاتينية، وتجذبهم حركات اليسار المتطرف، ويطبقون اليوم نفس الوصفة الماركسية المدمرة بعد وصولهم للسلطة، ليس عبر السلاح بل عبر الآليات الديمقراطية. كانت هناك الكثير من التحولات في ظل الحكومة الحالية بكولومبيا، وعليكم أن تستوعبوا هنا أن الرئيس غوستافو بيترو لديه هواجس مرتبطة بما يعرف بمهام السلام، وهي ناتجة عن قتاله ضمن الميليشيات المسلحة خلال سنوات، وهو يريد أن يحول كولومبيا إلى عاصمة للسلام ويدمج في ذلك عدة بلدان. وحلفاؤه اليوم هم من القطب اليساري لساو باولو للقرن 21، لذلك فمستشاره الذي نعته بمستشار ميليشيات لافارك التي ارتبط بها منذ حداثة سنه، رغم أنه ينتمي إلى عائلة من النخبة الكولومبية بالعاصمة بوغوتا، والذي دائما كان يتحرك صوب حركات اليسار المتطرف وكان دائما متعاطفا معها. ولا أدري كيف يمكن لهذا أن يكون قد أثر على العلاقات مع المغرب. إنهم يطبقون علينا نفس الوصفة الماركسية التي تستمر لسنوات، وما تؤدي إليه هو فقط الدمار والموت. ومع الأسف فإنهم عندما يصلون إلى السلطة ليس عبر السلاح وإنما عبر الآليات الديمقراطية، وهو ما يحدث في أمريكا اللاتينية اليوم، فعندما يصلون إلى السلطة يسيطر الدمار.